رابع أشواطنا ورابع التحديات هذا الصباح، انطلق الشوط الرابع المخصص للقعدان لمسافة 2 كيلومترات مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. نبدأ ونتعرف مباشرة المقدمة شاهين لشعار هادي ومحمد الهاجري إلى المركز الأول. المركز الثاني والذي انتقل مباشرة إلى المركز الأول وصل سياف لجابر بن سعيد المري. المركز الثالث وراكب شاهين صالح بن سعيد المري. والمركز الرابع وصلنا شاهين راشد بن حمد المري. والمركز الخامس هناك من ميمنة الميدان وصل القائد سالم بن علي بن محمد المري. هذه خمسة أسماء جاءت مع النداء، خمسة شعارات كانت حاضرة في هذا الصباح. أما بقية الأسماء وبقية الشعارات التي تكون حاضرة معنا بهذا التحدي في هذا الصباح تسعى لتكون حاضرة إلى المقدمة مباشرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، جمع قفير قادم بقوة من الخلف، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى مقدمة الشوت. ما شاء الله شاهين هادي بن محمد الهاجري الذي يبحث عن رابع النقاط في هذا الصباح. ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني وصول دخول سيافة جابر بن سعيد المري ينطلق معنا بسيافة. يا سلام المركز الثالث شاهين راشد بن حمد المري مع شاهين. المركز الرابع وصول دخول وصل القائد سالم بن علي بن محمد المري. والمركز الخامس من تراجع هناك تراجع هملول عبد الرحمن بن عبد الله المري الذي يأتينا بخامس المراكز، ولكن دخول وصول وصلنا في هذه اللحظات صيحان هادي الهاجري مع صيحان وصول دخول ايضا في هذا الشعار الذي ينطلق بالمركز الرابع. يا سلام وصول دخول وصل صيحان علي بن راشد بن علي المري ايضا بشعاره مع رابع المراكد، ولكن العودة الى المقدمة، العودة الى البداية والترتيب. اهو سياف جابر بن سعيد المري الذي يتمسك بزمام الأمور ويعلن سيطرته على المركز الأول. المركز الثاني سلام شاهين هادي بن محمد الهاجري. المركز الثالث هناك القائد سالم بن علي بن محمد المري الذي يسيطر على ثالث المراكز، ولكن من قير إلى المقدمة، من قير إلى مقدمة الشوتة وأعلن سيطرته على المركز الأول في هذا الصباح الجميل. ما شاء الله تبارك الرحمن، هادي بن محمد الهاجري إلى المركز الأول. النقطة الرابعة، الرابعة في هذا الصباح يريدها هادي، يريدها أبو محمد، ولكن الذي تحرك بالمركز الثاني سياف جابر بن سعيد المري. حرك يا راعي سياف، حرك حرك يا راعي سياف. 200 متر أخيرة، هل لك فيها رأي؟ هل لك فيها رأي؟ ولكن يبدو أن هادي بن محمد هاجري سلام قفل على الشوط الرابع. والنقطة الرابعة، الرابعة الرابعة متتالية. ما شاء الله، اذكر الرحمن اذكر الرحمن اذكر الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار للمرة الرابعة متتالية. المركز الثاني سياف جابر بن سعيد المري مع ثاني المراكز، ثالث المراكز الكائد سالم بن علي ومحمد المري. التوقيت الزمني 3 دقائق 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.